ماجد بحكي. اسمع حوار الطرشان انت جوعان وعطشان هالبلد كله فراطة ونحنا رايحين صلاطة تقدر تتفرج على الحل بين سطور لا يمل قرب نسهل عنا حط بإجراك الشحاطة نحنا تفرعنا عدنا نبورد على البلاطة ما تقلي هلأ عندكم هي اسمها مشاي نحنا وانتو اخوة بهالبلد بالنهاية سمعتك شو عم بتقول سمعتك صاير مصطول سمعتك كله معقول سمعتك مين المسؤول سمعتك غيل البنزين سمعتك عم يغلط حين سمعتك رفنا التأمين سمعتك عم نشكل مين قليلة شكل الله مش غلط قبل الظهر وبعد الظهر شدوا وقدوا كدب الليل طايف وعلي شوية من طب كيف الواحد بده يعيش وعم بنقضيها مناقيش صقر عم يعمل ابتان عم بننام بالامان قرب نسهل عنا حط بإجراك الشحاطة نحنا تفرعنا عدنا نبورد على البلاطة ما تقلي هلأ عندكن هي اسمها مشاي نحنا وانتو اخوة بهالبلد بالنهاية سمعتك شو عم بتقول سمعتك صاير مسطول سمعتك كله معقول سمعتك مين المسؤول سمعتك غيل البنزين سمعتك عم يغلط حين سمعتك عرفنا التأمين سمعتك عم نشكي لمين كيفك انت؟ ايوه Six way, aha, aha. I like this, aha, aha. Six way, aha, aha. I like this, aha, aha. Da bi da, di ba da, di ba da. Six way, حلوة الغنية. Six way. إيه اسمه Six way, I like this. I like this. إيه. شو؟ شو مفتوحة البطحة؟ إيه والله. هاتك عم تشجع في ريال مدريد. مين في ريال؟ هو الفريق اسمه في ريال مدريد. اسمه ريال مدريد مش في ريال. اسمه في ريال مدريد. اسمه ريال. ما العالم بيقولوا في ريال مدريد وبرشلونة في ريال مدريد وبرشلونة طيب المهم هلا شو هذا؟ شايف؟ شو هالحلو هذا؟ شايف شو اسم مدريد جديد؟ انت كلك ذوق عدول حلو ها؟ ايه ملفت ها؟ ايه شو شغل وين هذا؟ هذا ياند ميد هذا عادي نعم ياند ميد شو ياند ميد؟ ياند ميد هذا يعني معناته شغل ايد يعني هاند ميد اسمه ياند ميد هاند ميد ياند ما هي الياند هاند هذا بيعملوه بس سفيرفيسكاسيون مشان ال واقف شو بيعملوه اللي عنده اجره هذا بيبقى يعني سبيسيفيكاسيون سفيرفيسكاسيون شو اسمها سبيسيفيكيشن ها هي كلمة هالطول منين بدي اقولها لك عادي ما تقولها يعني بتضحك من ميلة عادي ايه؟ وبتزعل من ميلة ليه جارتنا يا زلمة مين جارتكم روز لا شو بقى عملت براشنج امبارح ليه بدي ازعل اذا عملت براشنج مكروه شو هالمشكله ها ليه مشكله عملت براشنج ونقلوها على المستشفى عملت براشنج لشعرها عملت براشنج لشعرها شو عملت كآبه نوع من الكآبه هذا ديبرشن ايه شو قلت انا براشنج ما انتبه هذيك غير مخصه ولا نقلوها على المستشفى وعملوا لها صور وما صور ليه فوكس راي وما فوكس راي وكذا فوكس راي هول الاشعه اكس راي طلع معها كانسل شو معه؟ كانسل هذه بدها اثنين يحكوا فيها كمان كانسل ايه كانسل اسمها كانسر كانسر عباس اسمها كانسل 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 ما بتروح فيها بتتكنسل دغري بتروح ما هذا الله لا مش يا ربي لا يقولوا دواء ما عم يقولوا دواء هذا المرة حرام الله يشفيها هذا ضربي وحدي بيضل رايح لواحد الله يشفيها المعترة شو الريحة الحلوة ها شو ريحة كابريكورن عادي شو كابريكورن والله عبالي شو كابريكورن كابريكورن يعني شو الكابريكورن؟ كابريكورن هذا اللي بيعملوه بال بشار؟ ايه هذا الدرب اسمه بوب كورن شو اسمه؟ بوب كورن طيب ليش قلت انا يا جماعة؟ شو قلت انا يا جماعة كابريكورن؟ طيب هل هو هذا بوشار؟ ايه بوب كورن ايه هلا بدك تاكل بوب كورن هلا؟ ناكل شيء قبله؟ انا عبالي اكل شيء تاني شو؟ انا كنت ناطرك هتجي لانه كثير عبالي بتعرف شو؟ شو؟ ساندويش فلافل والله انت قلتها ايه فلافل ايه مع صوص طرطار نعم طيب شو لا واقف شو كيف شو عم بطلب انا رايديس عم بقول لك فلافل شو صوص طرطار رايديس شو
شو؟ ما الفلافل كل العالم بتحط له صوص طرطار. بحط له طراطور. طراطور ما اسمه بالانجليزي صوص طرطار. قوم بقى. قوم انت بقى. نعم ما اسألك. بعدين هلا تقيل على المعده هذا. انا عبالي يا خيي. نعمل اذا بدك ناكل شيء هومبرجر. هومبرجر؟ هومبرجر اسمه هامبرجر. هومبرجر. هامبرجر. الهومبرجر ما بنطلبها بنعملها هون بالبيت هومبرجر. مشان مشان برجر هان. ما انا ما قلت هان. هومبرجر يعني بس نعمل بالبيت بيصير اسمه هومبرجر عادي. ماشي. او بنروح نقعدنا شي قعده بريفي اذا بدك. لشو بريفي؟ قعده بريفي هيك. شو بريفي؟ قعده خاصه بقعد انا وياك يعني هذا بريفي. اي انا وياك دعوت بريفي. ايه عشا على فونديل وما على فونديل وكذا. شو على فونديل؟ ولا كأنك فايت على مطاعم ولا عادي ولا كأنه ما مخلى مطعم من شرك. ايه بس ما بقولوا على فندال. شو بقولوا لها؟ دينين على شندال. دينين على شندال. مش دينين. شو هي؟ دينين. طيب هلا على فندال طلعت معنا على شندال. ما عم ناكل جبنه من كون وقصص وكذا. شو خالي بدي اقعد انا وياك راس براس؟ عادل. ايه انت فيني اسالك سؤال؟ تفضل. ليه ما عندك اوبتيك ميستيك بالحياه انت؟ هيك هيك بتضلك مضروب هيك. شو بيكون اوبتيك ميستيك؟ شو اوبتيك ميستيك؟ انطلق. شو اوبتيك ميستيك؟ اوبتيك ميستيك يعني معناته يعني متفائل. اوبتيك ميستيك اسمها بيقولوا لها. شو بك عم تطلع فيه يمين شمال؟ شو؟ مش غلط. مش غلط. ايوه. ايه تفضل تفضل مسيو حطها هون هون. يا رولا. رولا. ايه انجو يلا يلا جاي حبيبتي دقيقه يلا زهقت منها هاللعبه انه عشو جاي انا لعندك يعني يلا حبيبتي معليه معليه حياتي افتحها مسيو افتحها بليز ايه جيبها معي امون معي جيبها لهم ايه لو مشغوله بجيب وقت ثاني طب معقول انت شوي تفضل مسيو ميرسي تيفي سي كلك ذوق كلك ذوق عذبناك ميرسي بوكو كم تيفي بتعملي بالتانكي انت شو انجو مش معقول مش حلو ما عندك شي ثلاثه جوا واحد باوضه النوم واحد بالصالون واحد باوضه الاولاد ايه وهيدا رابع وين بدك تحطيه هيدا رح حطه بالليفينج روم شو رايك حلو لا بس انه حرام جوزك انت نازلي وراك كل جمعه عندك شي جديد انه مش معقول هلا هو حلو بس انه حرام ولو والله وانجو بدل ما تقولي لي مبروك طيب يا اختي مبروك بس انه مش الجمعه الماضيه كمان اشتريتي براد جديد ايه مزبوط ايه شملتي بالقديم بعضهم كلهم بحطهم واللي قبله شو اللي قبله الغاز والفرن الغاز والفرن ايه بس حبيبتي شو كنت جايبه قبل ايه شو كنت جايبه ما كان له سنتين الغاز عندي منيح انجو معلش بس مش معقول انت كمان رولا في شي براسك انه كل مره ليه بتحبي يعني مغرومه انه ليه مغرومه بقول لك بشو شو بالماركة يعني؟ بالماركة ايه انجو مغرومة بهول اذا ما بشتري ما بيعطوني من هول لا معاقة انت هيك واعمل هيك بتشتري كل هالغراب في من الطقشة؟ في احلى منها جربية ولي جربية ولي هبلة انت مش اقبل منك ولي جربي انه هي بتسلي بس انه بتشتري تي في ليكي شو حلوة ليكي لذيذة ليكي اعطيني شقفة تاني لا ما فيكي روحي اشتري شوي روحي اشتري طب هلا بشتري مكوية ماشينة مكوية ما بيطلع لك الطرف ايه هالقد مرحبا عادل اهلا مدام كيفك اهلا مدام انجو اهلا وسهلا شو نورت المحل تسلم نورت وجودكم والله كنت قاطع من هون وحكاني فادي وقال لي انه بيجي بطل شوي على المحل بشوف كيف الوضع كيف اذا كل شيء ماشي لا الحمد لله كيف مسيو فادي منيح بسلم عليك كل اخر الشهر يطل اليوم غفلنا ما انا لانه ثاقبت هو مش موجود هلا جيت عم تعمل جردة جردة الشهر لا فيك تطمني مسيو فادي انه هذا الشهر نحن مرتاحين جدا خي منيح طلبات عم نمشي في الدفار حلو كتير عال يعني ربحنا منيحة لا الحمد لله عاملين هذا الشهر مدام أنجو يعني فيك حطلعك على كل حسابات عم بتسوي ايه اكيد بس بدي هلا بالمختصر بالمختصر مفيد نحن مبدئيا عاملين بيعين هذا الشهر ب 52,000 دولار حلو بقينا منهم 38,750 يعني ربح صافي 38,750 لا هول بصراحة دفعناهم كلهم زبوطات سرعة كيف هاي؟ ايه دفعناهم زبوطات سرعة ستنا
هو الربح تبعنا؟ ايه 38750 دفعناها لزبوطات سرعة. زبوطات سرعة مين؟ مين زبوطات سرعة لمين؟ لا عن الشباب، ما انا شو بك، نحن اهم محل دليفري موجود بالبلد. نحن اهم محل دليفري. وبما انه الشباب وشغلنا نار والشباب عم بيستعجلوا ويمشوا بسرعة. نحن بنوصل الاكل سخن وهيك. صحيح، حتى نوصل الاكل سخن مضطرين يسرعوا الشباب. هن عم بيسرعوا ليوصلوا الدليفري تبعيتهم، ما عم بيلحقوا تفقيس كاميرات. الرادارات عم بتلقطهم، فاجتنا شو اسمه هذا الشهر زبطات على الشباب ملقطين فيهم، يعني زبطات اجى 38750 يعني كايتنا. فيك تعتبري مكايتين؟ لا يعني الشغل شغل ماشي الحمد يعني لله. لا ربح ولا خساره يعني كانه ما اشتغلنا. لا اشتغلنا. اشتغلنا. نحن احسن من غيرنا، نحن عم نحن على القد. منيح اللي عم نشتغل يعني. لا يي يي شغل تمام كان. شغل نار شكله. اي نار. الشغل بارود ونار. أعزائي المشاهدين، معكم الآن بانوراما، وليس بالأحرى بانوراما، إنه خبر عاجل ضمن بانوراما، ولكن معنا مباشرة على الهواء مراسلتنا في العاصمة الإيرانية طهران التي سوف تضعنا بالأجواء حول زيارة الرئيس سعد حريري إلى إيران والمناطق. معنا مباشرة زميلة سوسو دخيلو. سوسو نحن معك هلأ على الهواء مباشرة، بليز لو سمحتي حطينا بالأجواء. نعم قاطف، أنا مباشرة معكم من العاصمة الإيرانية طهران، عم واكب بزيارة دولة الرئيس سعد الدين الحريري، وعندي هون بعض السكوبات اللي قدرت أحصل عليها من مصادر خاصة خاصة خاصة. أولا، السلطات الإيرانية هديت دولة الرئيس الحريري سيارة سابا صنع إيران، وتشكرهم دولة الرئيس على الهدية وسابا السيارة بأرضها لأنه طلع عم بيعمل فيها جزدورة صارت تتعطش وتخنق وتخنق، نخعد زيام ما مشيت، جرب يعلق لها بالنزلة كمان ما مشيت، أو ما كان في ميكانيسيان، فمثل ما قلنا لكم أنه تركها لسابا بأرضها. نعم سوسو، في عندي سؤال آخر بيتعلق حول قصة الأسلحة والتسلح، هل رح يكون في تعاون بين لبنان وإيران؟ عرفنا أنه صار في مفاوضات حول الأمر، لو بتحطينا بالأجواء لو سمحتي. نعم مزبوط قاطف، أما بالزيارة دولة الرئيس الحريري لمعمل بيصنع الأسلحة والصواريخ، وكمان المسؤولين عرضوا عليه يعطوا بعض الصواريخ المهضومة والملونة، وبين هالصواريخ صاروخ رعد، فأجاب في مجال تعملوا لنا صاروخ خاص اسمه صاروخ سعد، وطلب دولة الرئيس الحريري انه بركي فرد مرة بيعملوا الإيرانية صاروخ فتفت متوسط المدى وصاروخ عقاب ليوصل لبعد بعد بعد البسطة. كانت معكم السيسة دخيلة بانوراما طهران، إلك عاطف. شكرا. نعم شكرا، كان هذا شكرا سوسو دخيلو. اذا صار اي شيء جديد اعزائنا المشاهدين بنكون معكم مباشره على الهواء. كنتم مع فاصل مباشر من بانوراما وخبر عاجل من طهران. شكرا. مرحبا رئيس. اهلا. عندك في فودكا؟ ايه طبعا. اعطيني شوت فودكا لقلك قبل ما يبلش المشكل. اعطينا شوت فودكا. يا هلا. هلا تفضل. عبي لي بعد لقلك قبل ما يبلش المشكل شوت تاني. ايه عبي عبي. ايه تفضل. خليك حاملها. حاضر. عبي لقلك قبل ما يبلش المشكل. عبي. صاروا ثلاثة. عبي. صحة. عبي بعد لك. عبي قبل ما يبلش المشكل. عبي أربعة. عبي
لحظة معلم. شو؟ حاسبنا بالأربع شطات فودكا قبل ما يبلش المشكل. قد ايه بدك مني؟ 24 دولار. 24 دولار؟ ايه. بلش المشكل. شو هو هذا؟ تعال اقول لك، ايه بلش المشكل قرب. شو بكيت؟ مش غلط. مش غلط. ايوه. يا ست ريا، يا ست ريا، يا معالي الوزيرة، أنا كوزير اتصالات، أنت ما إذا أنت ريا أنا شرب النحاس وعندي صلاحيات إني حط إيدي على المبلغ وما سلمه إلا بالوقت أنا اللي بلاقيه مناسب. نحن عنا مطالب تحركونا شوي هاي الموازنة، إذا ما تحركتش هاي الموازنة وما صار في إنه نعرف كل تفصيل بتفاصيله وين راح وين إجا ما راح سلمكم. هيك صارت الشغلة، بدكم تعملوا شركة اتصالات جديدة. محاسبينكم مش عم يدفعوا. طيب لا لك شغلة، المصريات انا صرت مصر اكتر واكتر اني احط ايدي عليهم. بمجلس الوزراء نتقابل. نعم. هيك صارت، روحي بلط البحر. مش فرقة. خلص في عندي ناس عم بدقوا على الباب، يلا مع السلامة. حلوة، يلا يلا. بعدهم مش عارفين حالهم مع مين عم يحكوا يا مديري. ما عارفوا حالهم مع مين علقوا. بونسوار شاربي. جنرال؟ جنرال هون شخصيا. يا اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا. لك يا عم تفضل. يا اهلا وسهلا فيك يا جنرال. نو باردون شاربي. سمعت لك انه شيء كنا زبطنا. وقلتني شو صار لك من رعابة فرد رعبي؟ شو أول مرة بنجي لعنده؟ فاجأتني جنرال صراحة، فاجأتني. أهلا وسهلا فيك. كيف؟ ماشي الحال الحمد لله. عزيزي هالزيارة، أنت بتعرف. شربي؟ نعم. أنا جاي هنيك على الأشياء اللي عم بتقوم فيها لقتني بالوزارة. وجاي أنا يعني دايما بقول إنه أنا اللي بعينهم ما بيخيب ظني فيهم. شيء قليل انا عينتك وزير. تسلم الله يخليك جنرال، نحن تلاميذك بالنهايه وهودي بدو الناس يجوا يربون. ميرسي. ما فيناش نتركهم هيك. قالتني مع مين كنت عم تحكي وطالع صوتك لبرا؟ جنرال كنت عم بحكي مع معالي الوزير ريا الحسن. شو الحديث؟ لو عم نحكي عن موضوع هيدا المبلغ بدو ديه، مش راح اعطوني. انا قلت له مصر انه يكون معنا على جانبنا هذا المبلغ. تريبيان شربي، تريبيان اللي عم تعملوا كله تريبيان، ومش بس تريبيان. هلا اتني رح بحب قلك انا اكسلون. ميرسي. اكسلون شربي. شكرا جنرال. وهلا اتني قديه هو المبلغ؟ المبلغ معروف بالاعلام صار 300,000، يعني بدها تقول صار اكتر شوي، 350,000، 400,000 دولار، يعني اللي هن هيك مجمعينه. والله محرزين. وقالتني شو اتفقت انت وياها انو يبقوا معك؟ يبقوا معي حتى يصير في حل لقصة الموازنة وباقي الامور كلها سوا. برافو. منشوف شو بنعمل. هي صارت قلي ان احنا مخلينهم معنا المشان الانتخابات، قال نحنا بدنا بكره نضخهم بالبلديات، تقال الطيار العوني ونحنا جامعتنا انه يمشي حالهم. قلت له هيدا شيء كذب. بعرفهم هني وين في محل هيك يقولوا من وكلتني وينني المصاري حاطتهم بالبنك. بالبنك؟ لا جنرال، انا عبقول انه هني بالبنك، انا ما بحطهم بالبنك، هني موجودين معي هون كاش، موجودين معي هون بالبيت. تريبيان شربيل، تريبيان اكسلون. عطينا اياهم. نعم. لك شو باقي انضربت هيك فرد مره له اسمح لنا فيهم. جنرال المبلغ بدك تستلمه انت مني يعني؟ وكيف بتستلمه؟ شو ما عندك ثقه فيا هلا بني وكشربي؟ اكيد عندي ثقه فيك انه هني انه انا محطوطين هون. عطينا اياهم بالحفظ والصون. شوي شوي على ايه سي بقلبه؟ ايه كله هون. كل شيء بقلبه. ايه؟ هات لنشوف. كله من هاو؟ اوكي شربي، هلا اتنين بدي هيك من انه ما تعت الهم، لانه خطرات منفوت باشياء بس منعالجها. اوكي؟ اوكي جنرال. ميرسي شربي. اهلا وسهلا. وتابعي انت باللي انت فيه. وانا بهنيك. اوكي؟ اوكي تلميذك جنرال. اوكي. بس هلا اتنين
شربل في شغلة بعد ما قلت لك اياها. خير ان شاء الله، شو هي؟ بقوسة فؤاد السنيورة. فؤاد السنيورة بذاته. شو صار؟ كيفك شربل؟ منيح. فاجأتك مو؟ طبعا. انا كنت لابس وجه الجنرال. وبالتالي حتى حصل المصاري المالية، لانه غير هيك ما بحصل الاموال، عم بيعانوا بالمالية. بس هيدا تلاعب، هيدا غش، هيدا تحايل. هادي هناك فكرة بريئة حتى حصل الأموال، فأنا عرفت أنك أنت ما بتعطي الأموال إلا للجنرال، عم بحكيك شعر، وبالتالي كيف بدي حصل الأموال؟ بدي أتكل على ريا؟ إيه أنتو معكم ما حدا بيحصل الأموال، لا ريا ولا سكينة، فؤاد اللي بيحصلهم. اشتقت أني حصل الأموال للمالية. خليكن هيك، تركهم. شو هديه هي هيدا؟ ما معقول؟ هلا هي كبيرة. حلوة كثير. اوبتك مسنك. قوم احيط. ما راح اقوم. قوم احيط. ما راح اقوم، ما راح احيط. ما الحق عليك حق اللي بيجي لعندك ولي قعدة. خلص خلوني انام. درمي فوق. شو درمي فوق؟ اسمع حوار الطرشان، انت جوعان وعطشان، هالبلد كله فراطة، نحنا رايحين سلاطة، تقدر تتفرج على الحل بين سطور لا يمل، قرب نسهر عنا حط بإجراك الشحاطة، نحنا تفرعنا عدنا بورد على البلاطة، ما تقلي هلأ عندكم هي اسمها مشاي، نحنا وانتو اخوة بهالبلد بالنهاية. سمعتك شو عم بتقول، سمعتك صاير مسطول، سمعتك كله معقول، سمعتك مين المسؤول، سمعتك مين البلد.